أن عاد المودعون والنقابيون إلى مداخل مجلس النواب، فالنواب في الداخل في حال تمكنوا من تأمين النصاب وحل خلافاتهم سيكررون محاولتهم إقرار مشروع الكابيتال كنترول، قانون يأتي بعد 4 أعوام من الأزمة الاقتصادية وتحويل أهل السلطة أموالهم إلى الخارج. يقف فادي هنا رغم تعرضه للدهس الأسبوع الماضي، لكن المغترب اللبناني الذي خسر جنى غربته في مصارف لبنان يرفض أن يتحول إلى كبش محرقة مرة أخرى. أنا إلي 16 مليون دولار راح لعنا رياض سلامة على ألمانيا وأمريكا، قالنا أنتوا فخر لبنان، أنتوا ذخيرة لبنان، تعود عمو لبنان، جينا على لبنان صدقنا، بس هول نصابين، هيدا بلد النصب والإجرام، ما بيعرفوا إلا بالإجرام، صارن أكثر من 30 سنة ما عملوا لنا مشروع لهالبلد. أنت قديه سر الكهرباء؟ كانت بالتسعين كانت تيجي 4 ساعات، هلا بطل في كهرباء نهائيا، نحن بأي قرن؟ العالم كله عايشة، نحن كل شيء ما عم نرجع لورا، ليه بده يصير فينا هيك بهالبلد؟ عم بيعلق المشنقة بإيده برقبة الناس. الخطير في هذا المشروع أنه يأتي قبل أن تتخذ الدولة أي إجراءات إصلاحية، ويعطي صلاحيات مطلقة للجنة مؤلفة من 4 أفراد بينهم حاكم مصرف لبنان، بينما يمنع المودعين من اللجوء إلى القضاء لمحاسبة المصارف. لم تفرق السلطة ولا المصارف بين فقير وغني. 60 عاماً من مدخرات العم عدنان من عمله كإسكافي ذهبت مع الريح، لا معيل له، وها هو يمضي ما تبقى من أعوام بين العمل والاحتجاج. سرق لي إياهم هيدول جنى عمري القروش لحتى لي من هيدا، شو ذنبي أنا؟ أنا شو ذنبي؟ بدل ما هن يجوا الدولة تعطيني ضمان شيخوخة عمري 72 سنة تقول لي خاد هيدا عاد وهي معاشك، تسرق لي القروش اللي طلعوا لي إياهم تعويض. ما حدا لا الحكومة. تحت ضغط الشارع وبغياب خطة واضحة للتعافي، رفض النواب المشاركة بإقرار قانون يبدو مساره الصعب قبل الاستحقاق الانتخابي. غنوة يتيم، الحدث، بيروت.